يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها تعديد. سلبتها أيدي الجفاة حلاها فخلا معصم وعطل جيد. وعليها الصياط لما تلوت خلفتها أساور وعقود. وراها كم غرد الركب حدوا للثرى فوك أيها الغريد. أتجد السرى وهن نساء ليس يدرين ما السرى والبيد. عجبا لم تلن قلوب الأعادي لحنين يذوب منه الحديد. وقساه حيث لم يعضوا بنانا علي لن عضت عليه القيود. ينظر الرؤوس حوله تتثنى بها العوالم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا النص الشريف الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله روته مصادر عديدة ومتنوعة ومختلفة. تقول أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: علي مع الحق والحق مع علي. ويقول له: علي مع القرآن والقرآن مع علي. انطلاقا من هذا النص الشريف أتكلم في محاور. محور الأول: النبي المصطفى صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن، هذه المعية ما المقصود بها؟ ما معنى كون الإمام علي مع القرآن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لماذا هذا التكرار في هذا الحديث؟ طبيعي، رسول الله سيد البلغاء، رسول الله المعصوم، وكلامه معصوم، ليس فيه زيادة وليس فيه خطأ وليس فيه اشتباه، بل علينا أن نتأمل فيما يتلفظ به نبي الرحمة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أن نلتفت إلى هذا المعنى: لماذا هذا التكرار؟ ألا يكفي أن يقول رسول الله علي مع القرآن؟ لماذا هذا التكرار والقرآن مع علي؟ لماذا؟ هذان السؤالان نجيب عنهما. أولا، هذه المعية يريد أن يشير بها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شيء وإلى نقطة مهمة. شنو هذا الشيء المهم؟ الجسمان، الأشياء المادية، المعية بينهما، بين الجسمين الماديين تتحقق. فإذا كان ألف المادي الجسم مع باء المادي الجسم، لابد أن يكون باء مع ألف، الشيء المادي مع الشيء المادي. فإذا هذا مع ذاك، إذن ذاك مع هذا، هذا منتهين منه. أما في القضايا المعنوية، قضايا النفسية، القضايا الروحية، فليس بالضرورة أن يكون ألف، إذا كان ألف مع باء أن يكون باء مع ألف. مثاله مثلا واحد جالس إلى جنبك، هو بدنا معك وأنت معه، لكن ربما القلب مو يم هذا الإنسان اللي جالس عندك ومعك، قلب في جانب والشخص اللي إلى جنبك في جانب آخر. لاحظ، القلب إذن ليس معه، البدن معه لكن القلب ليس معه، روحك ليس معه، نفسك لا تهواه ولا تطيقه. فإذن هو معك، قلب أيضا معك، لكن قلبك ليس معه. القرآن الكريم كذلك بالنسبة لمن معه، قد يكون إنسان مع القرآن والقرآن يكون معه روحا ونفسا ومعنا، وقد يكون الإنسان مع القرآن ولكن القرآن ليس معه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. إذن ليس بالضرورة أن يكون الإنسان مع القرآن قلبا وروحا ومعنا والقرآن شنو؟ القرآن ليس معه. لماذا؟ لأن هذا الإنسان كاذب، القرآن ليس معه، لأن هذا ليس صادقا، هذا ادعاء حينما يقول أنا مع القرآن روحا، أنا مع القرآن نفسا. النبي يريد أن يشير إلى هذه النقطة، يريد أن يقول بأن الإمام عليا صادق في كونه مع القرآن روحا وقلبا ومعنا وجوهرا،
والقرآن كذلك مع الإمام علي بن أبي طالب أيضا روحا ونفسا وحقيقة وجوهرة. هذا واحد. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله من خلال التكرار الوارد في هذا النص المختصر، النبي يريد أن يشير إلى المقام الرتبي بين الإمام علي والقرآن الكريم. شنو المقام الرتبي؟ مقام الرتبي أن للقرآن علوة ومنزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى، وكذلك للإمام علي بن أبي طالب كذلك له مقام عند الله، وله موقع عظيم عند الله، وله رتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى. إذن علي مع القرآن رتبة ومقاما، والقرآن أيضا مع الإمام علي رتبة ومقاما وعلوا عند الله تبارك وتعالى. اثنين. ثالثا، النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يقول بأن الإمام علي مرآة للقرآن، وأن القرآن الكريم مرآة للإمام علي بن أبي طالب. فهذه العلاقة القوية، العلاقة الرصينة التي أخبرنا عنها وبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القرآن مرآة للإمام علي، والإمام علي مرآة للقرآن، أحدهما يعكس الآخر. لاحظ، خلي لما نجي إلى آيات القرآن ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ يصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء لأن القرآن كتاب هداية، ولما كان القرآن كتاب هداية إذن كل ما يتعلق بالهداية، كل ما يتعلق فيها موجود وين؟ في القرآن الكريم. لما نأتي إلى أمير المؤمنين عليه السلام نجد بأن أمير المؤمنين يحمل كنوز القرآن، يحمل علوم القرآن تبيانا لكل شيء. هذا موجود وين؟ عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. دليل أيضا القرآن الكريم. القرآن حينما يقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده شنو؟ علم الكتاب، يعني علم الكتاب كله. النبي يسأل من قبل أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه، يقول له يا رسول الله هذه الآية المباركة قال الذي عنده علم من الكتاب، مو علم الكتاب، علم من الكتاب، هذه من للتبعير يعني بعض الكتاب. ما المراد به؟ قال المراد به وصي أخي سليمان ابن داود. زين، قال له وما المراد بقوله تعالى ومن عنده علم الكتاب يعني كل الكتاب؟ قال ذاك علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن تبيان لكل شيء، والإمام أمير المؤمنين عنده علم ذلك الكتاب، كل الكتاب بلا استثناء. هذا واحد. بعد، القرآن الكريم كما قلنا كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لما نأتي إلى القرآن ماذا يعبر عن أمير المؤمنين عليه السلام؟ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يسأل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يا رسول الله ما المراد بهذه الآية؟ يقول أنا المنذر
وعلي بن أبي طالب الهادي. أنا المنذر وعلي الهادي. القرآن شنو؟ القرآن أيضا كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. والإمام أمير المؤمنين هادي، إذن يهدي لماذا؟ إلى أي شيء؟ يهدي أيضا للتي هي أقوى. كما القرآن هادي، أمير المؤمنين هادي، كما علي هادي، القرآن أيضا هادي. إذن هذه المشتركات بين الإمام أمير المؤمنين والقرآن، علي مع القرآن والقرآن مع علي. زين، هذا المحور الأول. اجي إلى المحور الثاني. لما نقرأ حياة الإمام علي عليه السلام وعظمة هذا الإمام، ونقرأ القرآن الكريم وعظمة القرآن، نقرأ علوم القرآن، نجد كثيرا من الصفات يشترك بها الإمام مع القرآن الكريم. شنو هذه الصفات التي تتحد مع القرآن العزيز، القرآن العظيم؟ أولا، القرآن الكريم كتاب معصوم. مو تمام؟ قرآن كتاب معصوم. الإمام علي عليه السلام شنو؟ أيضا كتاب معصوم. هذا هو القرآن الصامت، وأنا القرآن الناطق. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن ليس فيه تناقض، ليس فيه كذب في إخباره، ليس فيه اشتباه، ليس فيه زيادة، بل كتاب محكم رصين من حكيم حميد. لما نأتي إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين والعصمة، الإمام علي عنده نهج البلاغة. نهج البلاغة تعرض إلى مختلف العلوم، كما أن القرآن تعرض إلى مختلف العلوم. لما نجي إلى نهج البلاغة، نفتح هذا الكتاب العظيم، نجد بأن الإمام أمير المؤمنين تحدث في شتى المواضيع، مختلف المواضيع. الإمام تحدث عن السماء، وتحدث عن الأرض، وعن الشمس، وعن القمر، وعن الكواكب، وعن العقائد. فصل العقائد بأحسن تفصيل. تحدث الإمام عن التاريخ، تحدث الإمام حكميات رائعة، أخبرنا عن التقوى، أخبرنا عن حقيقة الإنسان، أخبرنا عن عالم الحيوان، عن عالم النبات. نهج البلاغة، هل وجدت فيه معلومة كاذبة؟ هل وجدت في نهج البلاغة معلومة خاطئة؟ هل وجدت في نهج البلاغة اشتباها واحدا؟ على طول التاريخ، يعني من رحلة أمير المؤمنين إلى يومنا هذا، هل أحصى أحد خطأ عند الإمام علي في معلومة، في قضية، في خبر؟ أليس هذا اتحادا مع القرآن الكريم؟ القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لما تجي إلى المعصومين عليهم السلام، تجد بأنهم كذلك يحملون روح القرآن، ويحملون جوهر القرآن، ويحملون معاني القرآن الكريم. ثانيا، الإمام أمير المؤمنين، طبيعي حديثنا عن الإمام باعتبار النص وارد فيه، وإلا الأئمة الأطهار حقيقة واحدة. الإمام أمير المؤمنين مع وجودات القرآن كلها، شنو يعني؟ هذا القرآن إلى وجودات متعددة، مو وجود واحد. القرآن إلى وجودات متعددة. أول هذه الوجودات القرآن في اللوح المحفوظ. التفت لي جيدا، القرآن قبل أن ينزل إلى دار الدنيا،
قبل أن ينزل القرآن على صدر نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله، أين كان القرآن؟ كان في اللوح المحفوظ، وتمام؟ كان في اللوح المحفوظ. طبيعي يعني لم يكن كما هو عندنا بهذا البيان، بهذه اللغة، اللغة العربية، مقسم إلى آيات. لا، وجود، وهذا وجود عندنا يحكي ذلك الوجود ولا ينطبق معه. الله تبارك وتعالى يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل إلى دار الدنيا، ما هي علاقة الإمام أمير المؤمنين مع القرآن؟ نجي إلى حديث النبي: علي مع القرآن والقرآن مع علي. حتى في ذلك الوجود، وجود العرشي، وجود اللوح المحفوظ، شلون يعني الإمام علي مع القرآن في ذلك الوجود؟ هو من نفس القرآن. الله تعالى يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه يعني لا يعرفه، لا يعلمه، لا يعلم محتواه وروحه ومعانيه إلا المطهرون. المطهرون من؟ نرجع إلى القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهؤلاء هم رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. فالإمام أمير المؤمنين مع القرآن في هذه المرحلة الوجودية. مرحلة ثانية للقرآن الكريم، الوجود الثاني، حينما أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أحيط به قلب النبي المصطفى. قرآن له نزولان: تارة في ليلة القدر الله يتحدث عن نزول القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر، تمام؟ هذا الإنزال. أكو تنزيل آخر، متى؟ حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله، لما بعث في شهر رجب نزلت عليه أول آيات من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. في ليلة القدر نزل القرآن يعني على قلب النبي على شكل نور أحيط به قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ، نور أحيط به قلب النبي. أمير المؤمنين شنو علاقته مع القرآن في هذه المرحلة، في هذا الوجود؟ القرآن لما يتحدث عن علاقة النبي بأمير المؤمنين ماذا يقول؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الإمام أمير المؤمنين نفس النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي وإنما أنت وصي أو إمام. فإذن الإمام أمير المؤمنين ونفس النبي، نفس واحدة، روح واحدة، قلب واحد. هذه علاقة الإمام مع القرآن في هذه المرحلة، المرحلة الثالثة أو الوجود الثالث للقرآن الكريم. الوجود الثالث حينما نزل القرآن آيات، وهذا الكتاب الموجود الآن عندنا نزل علينا بلغتنا لأنه نزل في مكة المكرمة،
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا القرآن الموجود عندنا اللي هو عبارة عن آيات وعبارة عن سوار، هذا الموجود بين الدفتين، هذا القرآن الكريم ما علاقة الإمام أمير المؤمنين به؟ الإمام يقول هذا هو القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق، يقول ما من آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وهي عندي بإملاء رسول الله وخط يدي. ما من آية من الآيات القرآنية كلها أنزلت على النبي إلا وكانت مستودعة عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أحب الأذن الواعية، إذن القرآن في هذه المرحلة في هذا الوجود مع أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين معه لا يفارقه أبدا. الوجود الرابع والأخير للقرآن الكريم هو الوجود التفسيري. القرآن الآن أمامنا، افتح القرآن الكريم، كل آية تحتاج إلى تفسير أو ما تحتاج إلى تفسير؟ كل آية في القرآن بل كل كلمة أحيانا تحتاج إلى تفسير وإلى بيان المعنى المقصود لله تبارك وتعالى. من الذي يفسر القرآن الكريم؟ من الذي يبين معاني القرآن؟ الذي يبين معاني القرآن وتفسير القرآن من خوطب بالقرآن، وما هو إلا عند الخاصة من آل محمد. ولذلك خلي شوية نبين المعرفة القرآنية، تفسير القرآن، لا زال إحنا مرينا بهذه النقطة. القرآن الكريم لابد من معرفته. الله جل وعلا لما نزل علينا هذا الكتاب لم يقل لنا هذا الكتاب خلوه بالبيت للبركة، ولم يقل إذا احتاجيت للقسم تعالوا للقرآن، لا، القرآن كتاب بركة، كتاب هداية ونور وعلم وأسرار وعظمة. هذا القرآن علينا أن ندخل إلى أعماقه، علينا أن نتعرف على حقيقة القرآن، علينا أن نقف على تفسير القرآن، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. زين، أنى لنا، شلون يعني كيف نصل إلى هذه المعرفة؟ معرفة القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا المعرفة الظاهرية للقرآن الكريم. شو يعني المعرفة الظاهرية؟ يعني لما نفتح القرآن ونقرأ بعض الآيات والإنسان يملك ذوقا عربيا يعرف معنى بعض الآيات، معنى الظاهري للآيات. مثلا لما يقرأ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يعرف المعنى وما يعرف المعنى؟ هو عربي ويقرأ هذا الكلام العربي يعرف المعنى الظاهري. هذه معرفة ظاهرية. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أيضا لما نقرأ هذه الآية نعرف المعنى الظاهري. هذا واحد. عندنا معرفة ثانية هي المعرفة التفسيرية. التفت لي جيدا، المعرفة التفسيرية ما هي؟ المعرفة التفسيرية هو كشف القناع عن معاني القرآن الكريم، معرفة المعنى الواقعي، معرفة المعنى الذي يريده رب العالمين. هذا التفسير، تفسير القرآن
الوصول إلى المعرفة، المعنى الواقعي للقرآن الكريم اللي الله يريده. شنو أدواتنا؟ شلون نوصل إلى هذه المرحلة، لهذه المعرفة؟ كيف نوصل إلى هذه المعرفة بالظنون؟ نوصل إلى هذه المعرفة يعني استحسانات، ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا قرآن. عندنا أدوات معينة، عندنا طرق معينة، وسائل معينة. أولا علينا أن نرجع إلى المعصوم ليبين لنا المراد الواقعي من آيات القرآن الكريم. نرجع إلى المعصوم، المعصوم ماذا يقول؟ فإذا بين لنا وفسر لنا الآية القرآنية خلص، هو هذا المعنى الذي يريده رب العالمين. زين، إذا ما عندنا نص من المعصوم ماذا نفعل؟ هذا الطريق الثاني. ما عندنا نص من المعصوم ماذا نفعل؟ نأتي إلى العقل، لكن يا عقل، العقل البديهي، العقل البديهي الذي يشترك به كل العقلاء. مثلا الكل أكبر من الجزء، كل العقلاء يشتركون في معرفة هذا الشيء. العقل البديهي ماذا يقول إذا ما عندنا نص؟ خلي أضرب لك مثال. مثلا قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أفرض ما عندنا نص يبين معنى هذه الآية المباركة، نص من المعصوم ما عندنا، كيف نفسر الآية؟ نفسرها على ظاهرها، على ظاهرها العقل ما يقبل بذلك، لأن ظاهرها ماذا يقول؟ يقول اللي هو أعمى في دار الدنيا يوم القيامة أيضا أعمى، مو بس أعمى وأضل سبيلا، يعني هذا المسكين بالدنيا أعمى ويوم القيامة أعمى وأضل سبيلا. هذا المعنى، هذا العقل يرفضه. يا عقل، عقل بديهي، عدة قرائن تجتمع فتبين لنا أن هناك معنى آخر غير المعنى. عبد الله بن قيس يأتي إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله، هذه الآية المباركة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ورفع يديه كفيه، قال يا ابن رسول الله، يعني هكذا، بل يداه مبسوطتان هكذا رفع كفيه أمامه. قال له الإمام الرضا عليه السلام لو كان هكذا لكان مخلوقا، لكان رب العالمين مخلوقا. شوف، يريد رشد علما، يريد رشد إلى العقل، يقول له لابد عقلك يلتفت إلى هذا المعنى، إذا ماكو ناس عقلك لابد أن يأبى هذا المعنى، لأن هذا المعنى لازمه التجسيم، والله جل وعلا ليس بجسم كما أقر ذلك العقل والشرع. هذه الوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة نرجع إلى القرآن، يعني القرآن يفسر بعضه بعضا، بعض الآيات هي تفسر آيات أخرى. مثلا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا يا رسول الله هلكنا، من منا لا يظلم؟ قال لا، ليس كما فهمتم، المراد بالظلم هنا الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال لأن الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي فسر القرآن بالقرآن الكريم. أمير المؤمنين، لما نجي إلى الإمام علي عليه السلام، شوف الإمام أمير في كل مراحل القرآن، في تفسير القرآن
الإمام أمير المؤمنين مثلا جاء بامرأة تزوجت وبعد 6 أشهر وضعت، قصة المعروفة، بعد 6 أشهر من زواجها وضعت، شك أهلها، لجأوا إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا بعد ما صار اختلاف في الجواب جاءوا إلى باب مدينة علم النبي، قال لهم أمير المؤمنين: الولد ولدها وهي بريئة، حسب الظاهر أنها بريئة، لماذا يا أمير المؤمنين 6 أشهر؟ قال: بلى، تعالوا إلى القرآن الكريم. الإمام بيّن بعد ما جمع بين آيتين، كل آية من سورة، آية تقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله، الفصال يعني الرضاع، يعني مدة الحمل والرضاع 30 شهرا. آية ثانية يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين شقد؟ يعني 24 شهر، سنتين 24، هناك 30، اطرح منها 24، يبقى 6 أشهر، هذه أقصر مدة للحمل. من الذي بيّن هذا؟ بيّن هذا عدل القرآن، علي مع القرآن والقرآن مع علي. إذن أمير المؤمنين عليه السلام مع القرآن، مع روح القرآن، مع جوهر القرآن، مع تفسيره. بعد المعرفة الثالثة، قلنا المعرفة الظاهرية، معرفة التفسيرية، معرفة الثالثة المعرفة التأويلية. معرفة التأويلية، ما المراد بالتأويل؟ تأويل القرآن، ما المراد به؟ المراد بتأويل القرآن أحد معنيين. المعنى الأول أن المراد بتأويل القرآن يعني باطن القرآن. هذا القرآن واقعا يعني يستحق منا أن ندقق، أن نقرأه بدقة، أن نتعمق فيه. هذا الكتاب العظيم إلى ظاهر وإلى باطن. بل للقرآن كما في نصوص كثيرة: إن للقرآن 70 بطنا. شنو يعني للقرآن ظاهر وباطن؟ قرآن إلى ظاهر، إلى معنى تفسيري كما تقدم بينا، وهنالك معنى آخر مخفي باطني قد لا يرد للذهن، إنما اختص بعلمه بعض الذوات الذين اتصلت قلوبهم برب العالمين، صار يعرفون المعنى الباطني للقرآن الكريم. مثلا عندنا آيات، من هذه الآيات مثلا قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. شنو معنى ليلة القدر؟ ليلة القدر قطع من الزمان، حصة من الزمان، ليلة في شهر رمضان، هذه ليلة القدر، أنزل فيها القرآن، ليلة عظيمة، ليلة مهمة، هذا تفسير. لكن الإمام الصادق عليه السلام يبين معنى آخر. ماذا يقول؟ إن المراد بليلة القدر أمي فاطمة الزهراء عليها السلام. هذا التفسير. شو يسميه هذا التفسير؟ التفسير يعني ما يجي إلى الذهن، متمام، لكنه موجود عند هؤلاء الأطهار، موجود عند الإمام علي وأولاده المعصومين. في يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين جالس مع عدد من أصحابه، قالوا: يا أمير المؤمنين، حدثنا بأحاديثكم. قال: إن حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا العالمون، وأنتم يعني بعد مستواكم غير مؤهل أو غير مؤهل استماع كل أحاديثنا.
أصروا على الإمام أمير المؤمنين أن يحدثهم، يعني حديث من الأحاديث الخاصة. قال لهم: أنا القاهر، أنا العالي القاهر، هذا واحد. أنا المحيي والمميت، أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن، أنا الذي علوت فقهرت، وأنا المحيي والمميت، وأنا الأول والآخر، وأنا الظاهر والباطن. قالوا: ما هذا الكلام يا أبا الحسن؟ هذا كلام يعني من يدعيه نقول عنه بأنه كافر. قال: ألم أقل لكم بأن حديثنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا أهل العلم والوعي والفكر الخاص النير. الآن أبين لكم. أغلق الباب وقال لهم: التفتوا إلى كلامي، أنا الذي علوت فقهارت، أنا الذي علوت رؤوس الظالمين المشركين المحاربين لله ولرسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. علوت رؤوسهم بالسيف فقهرتهم، هؤلاء الذين وقفوا بوجه الدين وبوجه النبي. فاسأل بدرا واسأل أحدا واسأل الأحزاب واسأل خيبر. وأما أنا المحيي والمميت، أنا محيي السنة وأنا مميت البدعة، أنا الذي أحييت منهج القرآن الكريم وسنة النبي العظيم، وأنا الذي أمت البدعة والضلال والانحراف، أنا الأول والآخر، أنا أول من صدق النبي وآمن به، وأنا آخر من أسدل عليه الثوب أو الرداء أو الغطاء يوم رحل. يعني يريد أن يقول بأنني مع النبي في البدء وفي الختام، في البداية وفي النهاية لم أفارقه أبدا. ولقد علم المستحفظون من أصحاب رسول الله أني لم أرد على الله ولا على رسوله ساعة قط، ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال وتتأخر فيها إلى آخر كلامه عليه السلام. وأما قولي، محل الشاهد هنا، أنا الظاهر والباطن، أنا أعلم بالظاهر، أنا عالم بالظاهر وبالباطن، بظاهر الأشياء وبباطنها، بظاهر القرآن وبباطنه. إذن علي مع القرآن والقرآن مع علي، لم يفترق عنه وعن قيمه وعن أخلاقه. أخلاق أمير المؤمنين أخلاق القرآن، منهاجه منهاج القرآن، أدبه أدب القرآن، ولم يفارق القرآن أولاده المعصومين عليهم السلام أبدا. إمام الحسين عليه السلام يحمل القرآن معه، الإمام يحمل القرآن ولم يفارق. لما هجم الأعداء ليلة عاشوراء أو عصر يوم تاسوعاء، أرسل أبا الفضل العباس، قال: فليمهلونا عشية هذه الليلة لنصلي لربنا ولنقرأ القرآن الكريم. إمام الحسين عليه السلام يقرأ القرآن حيا وميتا. رأس أبي عبد الله الحسين كان على رمح طويل، لما جيء به إلى الكوفة أمر ابن زياد أن يطاف به في الشوارع والسكك. يقول زيد بن أرقم: أنا جالس ومر بي رأس الحسين بن علي بن أبي طالب، يقول: فلما قاربني، والرواية موجودة في الإرشاد للشيخ المفيد أعلى الله مقامه،
يقول: لما مر بي رأس المولى أبي عبد الله واقترب مني سمعته يقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول أنا تعجبت، رأس مقطوع عن البدن وهو يقرأ القرآن الكريم. يقول: لما سمعت ذلك اهتز شعر بدني وأجهشت بالبكاء وناديت: سيدي يا أبا عبد الله، والله رأسك أعجب من هذا. رأس مفصول ويقرأ القرآن. زيد بن أرقم ما تحمل، صار يبكي: ما ظنك بالعقيلة زينب لما نظرت إلى رأس أخيها؟ تقول له: وحق راسك يا أخويا ونور عيني، أنا طول الدهر ما يفتر ونيني، شلون أنساك وانت نور عيني؟ زينب العقيلة ترى رأس الحسين وهو يطاف به في شوارع الكوفة، ورأته مرة أخرى بين يدي عبيد الله بن زياد. زيد بن أرقم يقول: نظرت إلى ابن زياد يضرب شفتي أبي عبد الله، قلت: ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فلقد رأيت رسول الله ما لا أحصيه كثرة واضعا شفتيه على شفتي الحسين يقبلهما. زينب هذه مرة تنظر إلى رأس الحسين أمام ظالم، ومرة أخرى الله الله يساعد قلبك يا سيدتي، ومرة أخرى ترى رأس أخيها أمام يزيد بن معاوية أيضا يضربه بصوت بيده ويترنح بأبيات ابن الزبعرة: ليت أشياخي ببدر شهدوا. لما نظرت إليه نادت زينب: أيوا جداه ومحمدا وأبتاه وعلياه، أيوا فاطمة خويا راسك الغالي حين شفت تلعب عصي زيد على شفت، أنا ذاك الوقت وجه لطمت يا وصديت لبحرقة وندهت وراعي المروة تعذر اختم، وشاف وشايف هضمنا ما جرى على حد، وشاف وبربينا العدو جرحا، وشاف على راس وشاف عصي زيد ويسب حامي الحميم. زينب تتمنى أن يكون أبوها أمير المؤمنين حاضرا عندها، أن تكون أمها فاطمة حاضرة لترى العزيز، لترى قرة العين، لترى رأس ولدها. صاحت: يا محسن يما تعالي، تعالي شوفي كربلا اش سوت بحالي،
يما راس حسين يا يما قبالي أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، كثير من الإخوة يسألوننا الدعاء، كلفونا دعاء مرضى، الله يعافي الجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 10 مرات يا الله 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 بمحمد وآل محمد. اشف يا رب جميع المرضى، مرضى المؤمنين والمؤمنات، من أوصاني، مرضى المستمعين الكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اقضي حوائج المحتاجين. اللهم عجل لمولانا وحبيب قلوبنا وأبلغه عنا تحية وسلامة. المؤسسون لهذا المأتم الكريم تقبل أعمالهم إلى أمواتنا وأمواتكم جميعا وأمواتهم. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.